سراقة بن مالك كان مشرك وطالع علشان هم قالوا اللي يجيب راس النبي حي ولا ميت ياخد 100 جمل. طلع وقرب من النبي وقرب منه هوب الفرس ايه؟ رجليه غرزت فوقع. قال لك يبقى لازم في حاجة غلط. ما دام حاجة غلط أنا عندي الأزلام. طلع الأزلام، راح مطلع الأزلام. ثلاثة هم: افعل، لا تفعل، لا شيء. ايه دي الأزلام دي؟ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. هو بقى يروح مع ايه؟ ثلاثة هي: افعل، لا تفعل، لا شيء. يروح مطلع الأزلام لما يتزنق وبعدين يشخشخ، يروح ايه؟ يطلع واحدة. ايه؟ اقرا. افعل يعني الآلهة بتقول لك اعمل اللي أنت عايز تعمله، أو لا تفعل الآلهة بتقول لك ما تعملش اللي أنت عايز تعمله. كانوا يعملوا الكلام ده وهم مسافرين وهم مش عارف ايه، يستقسموا بالأزلام. لو طلع لا شيء يبقى الآلهة بتقول لك عيد من تاني. الآلهة بتفكر لسه، فهي عيد من تاني. شوف الموضوع ايه. أول ما وقع من على فرسه طلع الأزلام، طلع له ايه؟ لا تفعل. قال طب الثانية نعمل ثاني، مع ان ما بعملوش كده، هي مفروض اول مرة وخلاص. لا تفعل ثاني مرة. قال طب الثالثة تبع صلع الثالثة لا تفعل. لو عنده دين يعمل ايه؟ مش كده؟ يرجع بقى. الله، الالهة بتقولك ثلاث مرات لا تفعل. فراح رامي الازلام وقال الالهة ما بتفهمش، ده 100 جمل يا عم.